Assalamu alaikum atamanna an Dans cette vidéo, nous allons continuer notre leçon ila al madrasa et nous allons faire un quiz pour apprendre le nouveau vocabulaire. Je vais vous expliquer comment ça marche. Mais avant tout, vous devez sortir al wa wal kalam. Al-lawha wal L'ardoise et le feutre. Hayabina. La daïna Vous avez des images. al va dire le mot en arabe. Vous devez écrire sur votre ardoise le numéro de l'image qui correspond à ce mot. Attention, je vais compter jusqu'à cinq. Vous devez écrire le numéro de l'image. Avant que la lima ne finisse de compter. Hayabina On commence. al kalimaloula. oula Madrasa. 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 Allez, à votre avis, c'est quelle image Numéro 1, 2, 3 ou 4. Haya Vous écrivez sur l'ardoise le numéro de l'image. Madrasa. مدرسة مدرسة انتبهوا انتهى الوقت الإجابة مدرسة نعم رقم أربعة خبية أحسنتم الكلمة الثانية تزيمو ننتبه حافلة 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 انتبهوا، انتهى الوقت، الإجابة: نعم، ثلاثة، رقم ثلاثة، أحسنتم! انتبهوا، المعلمة تقول: بنت، بنت. بنت 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 هيا بسرعة اكتبوا على اللوحة اكتبوا في بنت بنت انتبهوا انتهى الوقت الإجابة نعم اثنان اثنان أحسنتم انتبهوا المعلمة تقول ولد 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 انتبهوا انتهى الوقت الإجابة نعم رقم واحد ولد Maintenant, c'est le même principe. Mais la l'ima a mis des mots en français. Je vais dire le mot en arabe. Vous devez trouver l'équivalent en français et vous écrivez le numéro sur votre ardoise. N'écrivez pas le mot en français, écrivez juste le numéro. Hayabina, al-kalim al-oula. Allez, c'est lequel? Tilmidun. Écrivez le numéro sur l'ardoise. Tilmidun. 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 Lisez bien les enfants et faites attention. Tilmidun. Entabuhu, intahalwakta, Tilmidun. Un élève et non pas une. Faites attention. المعلمة تقول مرحباً 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 أليس الوكال اكتبي بسرعة مرحباً انتبهوا انتهى الوقت الإجابة نعم سلو مرحباً مو ننتبه المعلمة تقول تلميذة 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 تلميذة. تلميذة. هيا بسرعة تلميذة انتبهوا انتهى الوقت الإجابة نعم واحد اثنان تلميذة أحسنتم ننتبه المعلمة تقول أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا, أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. انتبهوا، انتهى الوقت. نعم، رقم ثلاثة. Bienvenue. أهلا وسهلا. أحسنتم. الآن سنمر إلى إملاء الحروف. Nous allons faire la dictée des lettres. كالعادة، أستمع وأكتب. J'écoute et j'écris. الحرف الأول المعلمة تقول ميم ما مو مي ميم اكتبوا لا لتر كي الصوت ما ميم ميم انهيتم ميم الإجابة ميم ما مو مي أحسنتم الحرف الثاني دوزيام لتر المعلمة تقول سين سين س س سو سي سين سين هيا بسرعة بسرعة سين انهيتم؟ Vous الإجابة سين س سو سي الحرف الثالث troisième lettre المعلمة تريد دال دال د دا. دو دي دال دال هيا نكتب على اللوحة اكتب دال دا دو دي الإجابة هذه أحسنتم المعلمة تريد كاتخيم لاتر حاء 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 حو حي سيونا وبليه لا شونسون جيم حاء خا شنت جيم ح خ مع الجست ح الاجابه ح حو حي رقم خمسة ميم و المعلمه تريد راء را را رو ري ننتبه لم اقل لا جوني با لا قلت را 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 الإجابة: راء، أحسنتم. المعلمة تريد ذال، ذال، ذا، ذو، ذي. ننتبه، لم أقل زاي، سي لتر زاي، قلت ذا، ذا، ذو، ذي. أذهب إلى المدرسة، ذَ. الإجابة: ذال. أحسنتم. المعلمة تقول: باء، باء، باء بو باء، باء. با. هيا بسرعة نكتب: باء. الإجابة: نعم، باء بو بي. المعلمة تريد: ياء، ياء. يا يو ي يا 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 الإجابة؟ يا يا المعلمة تريد تريد تَا تاء تا. تو تي بنت تلميذة تا الإتابة تا تا تو تِ المعلمة تريد ثا ثا دو بثينة ثاء ثاء ثا ثاء ثاء الإجابة أحسنتم ثاء دو بثينة فاء ثاء فاطمة المعلمة تريد واو 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 و و واو واو وا و -وي. واو. هيا هيا بسرعة واو أحسنتم المعلمة تريد لام 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 دو حافلة تلميذ لام لا لو لي لام 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 أحسنتم المعلمة تعطيكم الإجابة لام المعلمة تريد نون نون نا نو ني نا نا دو بنت بثينة نا نا نون نا نو ني نعم أحسنتم المعلمة تقول ألف ألف C'est très bien les enfants. Je vous laisse répéter le quiz, faire la dictée plusieurs fois et on se retrouve dans la vidéo de la dictée. Assalamu alaikum.